بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. درسی و شومان دین سر باب اعرابات وردو دین سر اعراب کان لگرانتی کل دبین فعلا کان من پیدنا سینه نشان کان اعرابش. درسی و شومان دا فرمی الرفع یعنی تسن نشان ایک من هب اخوین من وثمان بو اسم رفع نصب جر بو فعل رفع نصب جزم جایک به یک باسی هم دکار رفعت چیه و نسبت چیه و جار چیه و جزم چیه آنه ده فرمه لی رفعی اربع علاماتون الضمت والواو والالف والنون که واتا هچتی ات نشانه که سده اخوین حالتک دلی الضمه دلی علامت رفعه الضمه علامت رفعه الواو علامت رفعه الالف علامت رفعه النون او بوش شوه رفع کان اما قلت ما مبنیه کان او یک ناگوره رفع كانش معربه كانش او انا كذا قورين او وردود ذا اخوين او انا كمعربن ودا قورين يا كميان قلتيان قلتي ار للرفع اربع علامات يا كميان قلتي الضمه ضمت سلسله خد يعني بو تقدر علامه رفعه الضمه او باسي او ذاك يا كمين شد اسم المفرد اسم المفرد يعني سناوي كتاك مثلا دياري محمد خدر او انا همي ينبايز او انا ناوي تاكن بلام زياده النوع عربي كان اعراب كان اللي تزناوي اعجمي لناتج مثلا استا ابراهيم بي اوكي وانا اعجمي جاء زيد استا زيد جمعه يا تاك يا مفرده جمعه يا مفرده مفرده هنا تاك يكس زيد بلا ما قلت زيدون يعني زيد كان أو ده بتجمع استاذ زيد هتسي بفشتاك وني لك وتاك وني تاك كتاك شيء وده بتتنين أو نشان أيوة اسمك مفرد كواتر أصلا خده كتاك ضمة به ده بضمة أجا ألف لام فيه أبو تنها ضمة ده به أجا ألف لام فيه نبو تنين ده به يعني وش ما ني ألف لام فيه أبو كتاك تنين به وش ما ني كتاك تنين به ألف لام فيه أبو لو عند وانيك يعني ده به أجا ألف لام كي هبو تنين كنا منو ده بتوي حركة تنوين فتحه ودبته وفتحه تنوين ضمه ودبته وضمه تنوين كسره ودبته وكسره كواتا هسنا لك تاكد دي راس توخوب مرفوع ديهيني جاء محمد ما دمنا بتاك مرفوع دبي بلام لي بي بوت ما بي محمد لبلو حرف جر لبيشاتو اقا هيتي لبيشنا حرف جر انا راس توخوب ضمه ديهيني محمد زيد بوشوية يكي اكتليان جمع تكسير بوخوي رجلة رجل بوت الرجال تكشكين راه بله او بي جمع تكسير كوات او انش كوتا كان ضمه دبي قلت ما ماذا الف لام شين تنوين ضمه دبي دبيت رجال ضري جمع تكسير علامه رفعه الضمه ضري الرفع ضمه شوا جمع مؤنث سالم جاءت المؤمنات جمع مؤنث سالم نشانك يسيك وتاك الف وتاء ألف وتاء أي حركة وتاء سيدا بدأ بضمة به دا بضمة هل يرد المؤمنات ألف لام بيوا يكضمة نبو دودانا كواتا ألف لام بيوا يكضمة دا به ما دام أكو تاء كشي ألف وتاء ومن نشانه وجمع مؤنث سالم أقل جمع مؤنث سالم يجبو سالم يعني سلامة لا حرف علة سالم لسلامة يوا أقل كتاء ألف وتاء أبو أتو راس توخو كتاء كده كده سيدا كده ضمة جاء فعل فاعل ونيا جاء فعل وتاء تأنيث ساكنة تأنيث ساكنة لبروي مؤنثة دبي تاء تأنيث به إيه قلنا نصب وش تواهب أما جاء بس رفع كذا كان دين نصب كان أو جاء رفع كذا هس كم وش كتاء كألف وتاء بوة وراس توخو كتاء كبحركات بالضمة بخبنه بوتي لبروي إيه مخبن مان يكك العلامة كان يرفع الضمة يكك لوش تاني كتاء كضمة جمع مؤنث سالمة يكي كتير كتايا فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء فعلك مضارع كتايا كهي تبيون به استفعل مضارع بس ناسيو بأنيت إذا ناسيو أنيت يعني همزي لبيشيان نوني لبيشيان يا إلى بيشيان تا إلى بيشا استلي هذا يا أكل بيشا يذهب بخوي ذهب يا إكي بيو دخل بيته يذهب وده بيته مضارع لدى تشان الله يخوين كواتا يذهب ماذا فعل مضارع وكتايا كهي تبيون يذهبون ويذهبان ويذهبات وشتوانيا راس تخوك وتاك هيدا كي يضمك يذهبوا ضل فعل مضارع مرفوع
علامة رفعه الضمة. كواتا أو بنا أو نضيبو ناو كيدري أو إعرابي لبركن بيتسبين ناو يشتكيدري فعل مضارع مثلا راس تخوض الله مرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة بو تشتك أو نضيدري بو اسمك مفرد بو جمع تكسير بو جمع مونة سالم بو فعل مضارع كيسبك وتأكيو نبي سواء إعراب كي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة أو إعراب كي دلي أو فعل أو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة اللي بروي اسمه كي مفردة بوش وياه أو إيش جمع مونة سالم شو كمان بألف وتاء دي ناسي و... جاي إعراب كي أخينال لأنه أو أقدر توصل بتفاصيل الباسي كذا أنا بس شنو كي أقدر بيجي هناك كي شيء يعني أقدر برسالة كذي أنا بدل فعل فلان شد بلا مرفوع فعل مضارع دلي فعل مضارع اسم دلي مثلا لي ذا اسم بلا مدبيته فاعل تنالي اسم دلي فاعل او الاعرابي قد امتحان ايش ما كذ يواها بده او فعله اوش اسمه يا اوانابي اوانابي دبي بلا او فعله دبي دواي خراسه خب لي فاعل شكا عندك قاعده من باسكت ليش دا قلت من دواي فعلها مش فاعل او عند الاعرابي دبي اسمه كذا فعل فاعل مرفوع علامه رفعه كيسيا ضمه بس راح زين ضمه شكا ناهي مفرده كاتن ضمه لتحاله تقدر او شوارا اسمي مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم فعلك مضارع وتاكيد بيونه اوني تقدر تكتب مضارع بله يا كبو ناديه انا يا نونا كبو نحن يا بو ايما يذهب تذهب بله يذهب بو نيرينيه تذهب بو مينيه بله صلى الله وسلم على نبينا.